كما تعلمون هو إقليم جبلي بامتياز، والمناطق الجبلية بشكل عام تعاني التهميش، تعاني الفقر، تعاني الهشاشة، غياب البنية التحتية، غياب البنية الطرقية، تردي الخدمات الصحية، هذا في الأوقات العادية بطبيعة الحال. الآن خلال هذه الفترة تعرف المناطق الجبلية تساقطات ثلجية مهمة، مما ضاعف المعاناة، مما ضاعف المأساة. وهنا بإقليم ميدلت سجلنا 3 وفيات على مستوى الحوامل والرضع بإقليم ميدلت بطبيعة الحال بمنطقة إيميلشيل. بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي إلى أهالي الوفيات. ومن خلال هذه الأزمة قام الائتلاف المدني من أجل الجبل بصياغة بيان استنكاري توخى من خلاله إيصال رسائل مهمة إلى الجهات المسؤولة. الرسالة رقم 1، نحمل كامل المسؤولية للسلطات والجهات المسؤولة. الرسالة الثانية، نطالب هذه الجهات المعنية بإعادة النظر في الخريطة الصحية التي أفرزت واقعا مختلا بالمناطق الجبلية. والرسالة الثالثة، نوجهها إلى جميع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمنتخبين على مستوى المناطق الجبلية بتوحيد الجهود وترصيص الصفوف من أجل خلق دينامية على مستوى المناطق الجبلية لإيصال صوتنا كاملا إلى الجهات المسؤولة. ونتمنى أن تصل هذه الرسائل إلى كل المعنيين بالأمر.